السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن السيرفو الفرامل او البريك بوستر. طيب هنبدأ بس بانترودكشن كده عنه، هو بيعمل ايه ووظيفته ايه. هو بكل بساطة يعني تقدر تقول ان هو بيعمل ايه، ان هو بيساعد السواق او اللي راكب العربية ان هو يستخدم قوة اقل، وهو بيجي ايه يفعل سيستم الفرامل او يدوس فرامل. بس ده تقدر تقول الفانكشن بتاعته ببساطة يعني. طيب السيرف اوبريشن هو بيعتمد على فرق الضغط، تمام، من غرفة والتانية فرق الضغط بينهم، بيحرك شيء جواهم يعني بين الغرفتين دول، بيستم او حاجة بيحركها، فرق الضغط ده بيحركها. ده كانترودكشن بس كده ايه سريعا. طيب قلنا الفانكشن اللي هو ايه، بيساعد السواق، بيقلل ضغط الفرامل والحاجات الكلام الكتير ده. طيب سيرف اوبريشن احنا قلنا بيعتمد على البريشر ديفرنس. البريشر ديفرنس اللي انا عندي، لو انا عندي غرفة كده، تمام، مقسومة الجهتين بتاعتها ببستم، اعتبر ان دي اسطوانة، دي اسطوانة، تمام، وده بستم. طيب ده مفتوح، الجهة دي مفتوحة على الهواء الجوي، والجهة دي مفتوحة على ايه، كومبريسور هواء. يعني ده بتوصل بكمبريسور كده، تمام، جاي لك هواء مضغوط هنا. الطبيعي ان انت لو شغلت الكمبريسور ده هيقوم زي لك البسم ده، والبسم ده كسح الهواء اللي هنا ده ويجي هنا كده، تمام. ان اللي عمل كده ان في هنا ضغط اعلى من الضغط الجوي، لان ده مفتوح على الضغط الجوي، فالضغط اللي هنا ده ضغط جوي. طيب انا حددت ضغط اعلى، هيقوم زي لك البسم ده الناحية التانية. طيب لو الضغط اللي هنا اعلى، يعني لو جبت كومبريسور ضغطه اعلى من الضغط ده، طبيعي ده يقوم راجع ورا. بس دي فكرة البريشر ديفرنس. طيب الفكرة بقى اللي احنا عندنا هنا مش مع ضغط كومبريسور وضغط جوي، لا، مع ضغط جوي وفاكيوم. هنتكلم دلوقتي عن الفاكيوم. الفاكيوم هو اي ضغط اقل من الضغط الجوي. لو جينا نشوف الرسمة دي كده، الضغط الجوي الاتموسفيريك، والخط ده كده، خط ده الاتموسفير، فوقيه بنسميه ايه، الجيج او المقاس. ده زي اللي انت بتقراه على عداد، لما تيجي تنفخ كاوتش بيجي لك مثلا 32 بي اس اي، ده بيبقى فوق الضغط الجوي. يعني بدايته فين، شايف السهم بدايته من هنا طالع من الضغط الجوي لفوق، يعني ده فوق الضغط الجوي. طيب لو عايزين احنا نحسب بالضغط الجوي، يبقى تقيس بقى من هنا من الصفر خالص، يبقى تجمع الضغط الجوي زائد الجيج، يديك حاجة اسمها ابسوليوت الضغط الكلي. الضغط الجوي حوالي 14.7 بي اس اي، تمام، يديك الايه، الناتج. طيب ده اللي هو الابسوليوت، يعني ده جيج وده اتموسفير، يدينا ابسوليوت. طيب الفاكيوم فين بقى؟ الفاكيوم اللي تحت الضغط الجوي، اللي هو بالسالب، يا سالب جيج يا فاكيوم. يعني مثلا ممكن اقول فاكيوم بريشر مثلا ايه، 10 بي اس اي، معناه ان هو 10 بي اس اي تحت الضغط الجوي، او بي جيج يساوي سالب 10، تمام. طيب يعني ايه ضغط جوي اصلا؟ يعني ما انت عم احنا بنقول ضغط جوي ونقارن بيه الحاجات يا فوق يا تحت، يعني ايه ضغط جوي؟ بص انا مش هقول لك نظري اللي هو وزن عمود من الهواء والحاجات دي، انا اقول لك على حاجه تقدر انت تقتنع بيها وتشوف تاثيرها، تمام. تعال نشوف كده. انا لو عندي ازازه ميه، انا مليها هنا اهو، اللي هي مثلا الحد ده كده، تمام. هات ازازه ميه في البيت، ازازه بلاستيك عادي، املاها ميه وبدبوس كده، خرمها من هنا مثلا، تمام. هتلاقي ان انت لو قافل الغطا ده، الغطا ده مقفول كويس، هتلاقي الميه ما بتخرجش، مع ان في خرمه ما بتخرجش. ليه؟ ده بسبب الضغط الجوي. انت ازازه الميه دي محطوطه حوالين هواء، ذرات هواء، ده كله عامله ضغط على الخرم ده او الفتحه دي، مخليها حبسه الميه جوه. طيب لو انت فتحت ده الغطا ده كده، هتلاقي ان الضغط الجوي بدأ يخش،
واضغط على شوية السائل دول ويطلع لك المية كده. طيب سواء انت درست فلويد او ما درستش، فانا هقول لك على حاجة. نفترض ده اخر ارتفاع للمية، احنا بنقسمه هنا. لو عايز تجيب ضغط المية بيعتمد على حاجتين، وضغط السائل عامة بيعتمد على حاجتين: نوع السائل والارتفاع بتاعه. نفترض ان دي ازازة كبيرة شوية، ممكن مثلا تكون 20 سنتي الارتفاع ده يعني. بس طيب الضغط بتاع الضغط المية اللي جوه ده ضغط ستاتيك، يعني المية دي ساكنة. بنحسبه ازاي؟ الكثافة في حاجة الجاذبية في الارتفاع. طب كثافة المية 1000 في حاجة الجاذبية 9.8 في كام؟ الارتفاع 20 سنتي قول 2 متر، ده هيطلع لك كام؟ حوالي 1.9 كيلو باسكال. بص قيمة صغيرة جدا مقارنة بإيه؟ بضغط الجو. طب ضغط الجو كام؟ 101 كيلو باسكال. يعني شوف الضغط الجوي أكبر منه حوالي 100 مرة يعني، يعني نسبة كبيرة أوي يعني. فالضغط اللي هنا ده، السائل هنا ده 1.9، وضغط عليه بره 101، فأكيد ما مش هتخرج. تخرج امتى؟ لو انت فتحت الفتحة دي بقى ضغط الجو ضاغط على المية. طبعا كان في شوية هواء هنا احنا ما حسبناهمش، لان ما لهمش اي تأثير يعني. اذا كان المية كلها 1.9 كيلو باسكال، تمام، فاحنا تجاهلنا الهواء يعني، شوية الهواء اللي فوق دول. طب لما تفتح بقى انت بقى زاد على المية دي ضغط الجو. فلما نيجي نحسب الضغط الجديد هتلاقي ان انت الضغط بعد ما فتحنا غطا الإزازة، لأن الضغط الجديد ده كام؟ ده اتموسفيرك زائد ضغط المية نفسه اللي هو 1.9، قول اتنين كيلو باسكال، يبقى كام؟ 103 وناقص 4 يبقى 2.25، تمام. ده كافي إن هو يخرج لك المية من هنا. طيب يبدأ الضغط ده يقل لحد ما يبقى الهواء وصل المنطقة دي، تمام، بقى السائل تحت بقى في تعادل في الضغط، بقى ده ضغط جو وده ضغط جو، فمش هيخرج لك سائل اصلا يعني. بعد ما الميه تقل خلاص وصل هنا خلاص مش هتخرج. ده بص يعني فكره الضغط الجوي، وفكره الفكره اللي احنا بنتكلم عنها اللي هو فرق ضغط بيعمل لك تاثير على الحاجه اللي بينهم. يعني كده احنا الفرق الضغط ده خرج لك الميه من الازازه، تمام، لحد المستوى ده. انت عملت اللي هنا هيوصل لحد هنا. اتمنى تكون الفكره وصلت يعني. طيب دي بقى الرسمة بتاعت يعني ما تزولش بقى كبيرة، بس نشوف بس المكونات بتاعته الأول يعني الحقيقية، أو الرسمة بتاعته عشان تعرف تتخيل الرسمة 2D بس. لكن سيبك من المكونات بتاعته دلوقتي والحاجات دي، بس بوريك القطاع للسيرفو نفسه بس. شوف بس عشان تفهم بس الرسمة 2D فقط يعني. طيب تعالى بقى نشوف الرسمة 2D. أنا عندي سيستم اهو، السيستم بتاعي، تمام. عندي ادي غرفة، تمام، وادي التاني. دول انا عايز اعمل بينهم فرق ضغط. ليه؟ عشان احرك اللي بينهم، تمام. الدنيا بسيطة كده، ده اللي انا عايز اعمله. طيب انا اللي هنا ده انا مش عارف ادخله ضغط جوي الغرفة اللي هنا دي، فايه اقل من ضغط الجوي؟ الفاكيوم. هجيب فاكيوم منين؟ من الموتور يعني. ده كده ايه خطوات كده ايه بسيطه يعني اللي احنا هنشغل السيستم ده ازاي. طيب هجيب فاكيوم الموتور ازاي؟ عندي فتحه ايه ده خرطوم متوصل ايه بالمانيفولد بتاع الموتور. طيب الفاكيوم اللي في الموتور ده حصل ازاي؟ بسبب حركه البساتم وهي نازله. المفروض تكون عارف ان الموتور السلندرات دي فيها بساتم وهي نازله بتسحب لك هواء، بتعمل لك فاكيوم في المانيفولد، تمام. فده بيعمل لك فاكيوم انت ممكن تستخدمه هنا في السيستم. وانا عندي ضغط جوي وده ايه فراغ او فاكيوم، تمام. طيب وانا مش مشغل السيستم يبقى الغرفتين دول مفتوحين على بعض. شايف الاتنين دول؟ بص تلاقي ان الهواء اللي هنا ده بتسحب، شايف منين؟ بتسحب
الاثنين واتسحب الاثنين فاكهة، بحيث ان هو ما يبقاش في فرق ضغط، ما اثرليش على الغشاء او اسمها ايه الدايفرام اللي هنا ده. تمام دايفرام. طيب لان انا مش مشغل السيستم اصلا، مش محتاجه دلوقتي، انا ماشي عادي، فايه اللي يخليه يدوس فرامل او يعني يسيب لك حتى تاثير على الفرامل اللي انت مش محتاجه. تمام. طب انا عايز اشغل الفرامل بقى، شايف كده دي دوسه فرامل متوصله بالرده او البوش رده، توصل بالبستم اهو، وعازل لك الضغط الجو اللي بره، شايف الضغط الجو محبوس بره اهو. تمام. ومش مدخله يعني هنا، ما فيش ضغط جو. طيب انا لما ازق ده هنا شويه كده، ازق ده شمال شويه، يقوم دي فاتحه ودي فاتحه، ومدخل لك ايه ضغط الجو ده هنا. طيب هنا بص، احنا هنا خلاص احنا دوسنا فرامل، فالبوش رود ده ام الدوس ام داس على البوش رود، البوش رود ده متحرك شمال. تمام. شايف هنا دخلك الضغط الجوي، ضغط الجو بقى في الغرفة دي. طيب والغرفة التانية عزلها من هنا كده، تعال نقرب كده، شايف هنا دي خلاص بقت حاجة مستقلة بذاتها، يعني دي غرفة ودي غرفة تانية. تمام. اللي حصل ان ده ضغط أعلى وده ضغط أقل، ايه اللي يحصل؟ يقوم زي لك ده الغشاء ده بالكتلة بتاعته كده، يقوم زايد لك على الرد او الشافت بتاع الماستر، فيقوم معزز لك قوة الايه السيستم عندك، ان انت ما يعني تستهلك قوة اقل. طيب هنا انا حطيت الاتنين قصاد بعض، بحيث تبقى شايف الاتنين جنب بعض، يعني مش كل واحدة لوحدها وتقعد ترجع طيب ركز هنا مع البسم ده بس، شايف ده فين؟ قافل دي، وهنا قفل دي. طيب لما يقفل دي خلاص احنا قلنا اتفقنا ان مفيش ضغط جوي يخش، خلاص بقى الاتنين دول كأنهم غرفة واحدة، دي ودي كأنهم غرفة واحدة فيهم فاكهة. عزل دي عن دي، وهو بيعزل في نفس الوقت بيفتح لك ضغط الجوي، خلاص كده اظن الموضوع كده ايه بسيط. طيب تعال نشوف كده، دي من صفحة على اليوتيوب مش فاكر اسمها ايه بصراحة، بس إيه لقيتها يعني واضحة شوية. دي الغرفتين، ادي غرفة ودي غرفة، شايف خط الفاكهة داخل فين؟ دخلك الفاكهة مع الاتنين دول، يبقى الاتنين دول زي بعض فاكهة، مفيش تأثير هيحصل. طيب لما يجي انت تدوس دواسة دي، بص كده لما دوس انت قفلت الفتحة دي، شايف هو عاملها لك ازاي؟ مقربها لك هنا اهو، ان انت قفلت الخط بتاع الفاكهة ده، فالفاكهة اخره بقى هنا. تمام. فصل عن الغرفة دي، واللي دخل مكانه ضغط الجو إيه، فخلاص بقى دي ضغط عالي ودي ضغط اقل، فقام عامل لك الايه فرق الضغط ده ومساعدك في الدواسة. إيه انا اعتقد الصورة دي اوضح يعني وملونة وكده، ف كويسة يعني. طيب مكانه فين السيرفو؟ ده السيرفو اهو، الحتة الحلة السودا دي او الحتة دي يعني إيه طبيعي، انت احنا بنتكلم على دوسة الفرامل، فاكيد ورا دوسة الفرامل يعني مش محتاجة يعني ايه ورا الدركسيون على طول، بس في الايه في المنطقة بتاعت الموتور بتاعت الكبوت يعني. طيب شايف ده هنا، ده رايح فين؟ ده رايح للمنفر، ده اللي بيعمل لك الفاكهة. تمام. الخرطوم ده، ودي بالمرة ده الماستر سلندر، واحنا بنتكلم على الايه على البوستر ده نفسه لوحده، ما بنتكلمش على الماستر. تمام. ده هنا الاجزاء متفككه، دي رجل دي الدواسه بتاعت الفرامل متوصله بالسيرفو من هنا، وده قلنا دي الكتله بتاعت السيرفو، وده قلنا بتاع الفاكيوم، ودي المسامير اللي بتركب فيها الفرامل وبتوصلها ميكانيكيه مع بعض بالايه بالرود اللي بينهم. طيب لما نيجي نفتح من جوه كده، شايف ده الغشاء، ده غشاء حديدي وراه ايه واحد مطاطي. تمام. دي السوسته دي بترجع لك القوه اللي انت عملتها بعد، يعني عشان ده من يعني من المكونات اللي انت بتعمل لك كنترول على السيستم، انت دوسه خلاص عايز ترجعها تاني، اللي رجعها لك في سوسته. تمام. وده شكل الغشاء
ده اللي جاي من ده هنا، وانت يعني انت بتدوس هنا، ده لو السفرامل بتدوس وده يضغط على ده. تمام، بس بقى يعني بوريك شكلها كده عشان ايه الحاجات دي يعني ممكن ما تشوفهاش اصلا لو نزلت. يعني زي ما قلت قبل كده، دي من صفحة او قناة واحد على اليوتيوب، هو متخصص في حد دي، بقعد يفتح في المكونات وكده بالصاروخ عشان يشرح اللي جواها يعني. تمام، ده برضو الجزء اللي جاي لك من الدواسة، انت بتدوس دايس لك في المكونات اللي جوا دي، هنشوفها دلوقتي. ده البستم اللي احنا كنا بنتكلم عنه، البستم ده بيفتح ويقفل، يطلع فوق وينزل تحت على حسب دوستك. طيب وده من جوه اهو، يعني ده الحتة اللي كانت ظاهرة في السلايد اللي ورا، اللي هي دي الحتة دي، هو شالها، بس شالها من البتاع، فشاف عندك ده اللي متوصل بمسمار علوزة اهو وصامولة، ويعني توصل ميكانيكية يعني بالدواسة عندك. طيب ودي سوستة ايه، بحيث انت ترجع لك برضو الدوسة بتاعتك، اللي انت يعني انت دوست خلاص، عزلت الفاكيوم عن الاتموسفير وخلاص شلت الدواسة، السوستة دي هي اللي وظيفتها ترجع لك تخلي الغرفتين فاكيوم تاني، تقفل لك الاتموسفير، وده زي اقول سيل كده عشان ايه عزل يعني. شايف الحركة بتاعته، بص دي صورة وبص الصورة بعدها، شايف هو بيحرك من ورا، بص عاملة ازاي. انا هحاول اسيب لك برضو لينك الفيديو ده بحيث انت تشوفه احسن من الصور، انا مش هقدر احط صور بحيث ان هو لو في مشكلة اسمها ايه كوبرايت او يسموها ايه النشر والحاجات دي يعني، ما تقرفناش يعني، بس انت تشوف فيديو احسن برضو. طيب في كم معلومة كده بس نسيت اقولهم، ما اعرفش انا في دماغي المعلومات كتير واجي اسجل بنسى، إيه ان الفاكيوم بوستر ده زي ما قلنا معتمد على الفاكيوم، بيحصل في موتور البنزين بس، لكن في الديزل ما بيحصلش الفاكيوم الكافي ان هو يشغل السيستم ده. فبيعملوا ايه في الديزل، بيركبوا مضخة خارجية فاكيوم بامب، إيه سواء متصلة بقى واخدة سير من الموتور، من حركة الموتور نفسه، متوصلة ميكانيكيا بيه يعني، او شغاله كهربا يعني، ده بيعمل لك الفاكيوم اللي لازم، اللي هو يعمل لك فرق الضغط ده. لكن في البنزين عادي انت واخد الفاكيوم من المانيفولد عادي وشغال زي الفل. طيب حاجه كمان، انت لو حصل لك الخرطوم بتاع الفاكيوم بتاع السيرفو ده اللي احنا بنتكلم عليه في البنزين بقى عادي، هو متوصل بالموتور يعني، انت عندك السيرفو اهو بوستر، تمام، توصل بالايه بالانجن، ده فاكيوم، ده في فاكيوم وده فاكيوم يعني ده واخد الفاكيوم من هنا. تمام، لو حصل مشكله في الخط ده اتقطع مثلا، هل هيأثر لك على السيرفو لوحده ولا على الموتور ولا مع الاثنين؟ هو الحقيقه اللي هو هيأثر لك على الاثنين، بس ليه؟ اول حاجه انت احنا معتمدين ان احنا عندنا ايه فرق ضغط، ده ضغط جوي، ده ضغط اعلى يعني، وده ضغط اقل، فانت بقى الاتنين دول قد بعض، لان انت خرمت هنا بقى ده ضغط جوي، دخلك هنا بقى الاتنين دول متعادلين، فاللي يخلي الغشاء ده يتحرك مش هيتحرك، فبالتالي المساعدة مش بتاعت الفرامل هتقل. تمام، اكنه مش شغال يعني. طيب تاني حاجة، هيأثرك على الموتور، هيأثرك على الموتور ليه؟ اللي انت مدخله هواء زياده غير محسوب، بمعنى انت نفترض اهو ده فلتر الهواء، اير فلتر، تمام، ده خط الهواء اهو، عندك هنا حساس بيقيس كميه الهواء الماف، تمام، وداخل على السروتل، حد السروتل الماف ده بيقيس لك كميه الهواء. طيب وده السروتل ده داخل على المانيفولد، وده الخط اللي احنا بنقول عليه بتاع السيرفو. طيب الهواء الماف ده الراجل حاطه لك كتأخيره عشان يقيس لك نسبة الهواء، ويدي قصادها نسبة بنزين عشان يعمل لك كفاءة النظام البنزين، ويقلل لك استهلاك الوقود وكده، وايه يبقى ايه احتراق كويس او مثالي شبه مثالي يعني في السلندرات جوه. طيب فانت بتدخله هواء هنا من الفاكيوم اللي جوه عادي، تمام، ويجي هواء غير محسوب يخش له من هنا،
هو السيستم عامل حساب على ان انت مدخله كميه هواء قليله لكن هو الفعل اللي داخله ده وده اللي هو حصل له من القطع اللي هنا ده ضغط الداخل اللي هو هواء داخل يعني بقى من ناحيتين فكميه اكبر اكيد تمام زي ما انت قفل البوابه قفل البوابه كده مثلا تمام وفتحتها طب ايه الفرق بين دي ودي اللي انت فتحت شويه يعني مساحه اكبر دخل لك كميه هواء اكتر تمام وعلى اساسها بيظبط لك كميه البنزين فاللي انا عايز اقوله ان انت لو حصل اي مشكله في الخط الفاكيوم ده مش هيأثر على السيرفو بس هيأثر لك على الموتور هيبرجله يعني من الاخر لان هيبقى نسبه هواء داخله وهو مديله مقابل نسبه ايه يبقى قود اقل فيبقى عندك لين كونديشن او لين ميكتشر اللي هو نسبه هواء اعلى تمام ودي مشكله ان هو مش حاسب لك اصلا الهواء اللي داخل ده بس ده يعني ايه المعلومات كنت عايز اقولها وفي حاجه كمان ان انت احنا قلنا السيرفو في فاكيوم هنا في قصدي بلف هنا اتجاه واحد ده رايح للموتور تمام بعد ما تبطل العربيه هو محتفظ لك بالفاكيوم اللي هنا ده لان هو بيمشي كده بس وما عادش في فاكيوم خلاص الخط ده اتقطع فقفل حبس لك الفاكيوم ده هنا طيب نجرب كده بعد ما تبطل العربيه هتلاقي ان الحبسه دي وفرت لك مثلا ايه ضغط او ضغطتين ثلاثه كده بالكتير يعني معززه او بوستد يعني فانت تيجي تدوس بعد ما تبطل العربيه دخلت ضغط جو فينا فاكيوم ده متحرك ما هتلاقي الدوسه بتخش معاك عادي وانت مش مشغل نظام الفرامل ولا اي حاجه ولا في زيت ولا اي حاجه يعني ما فيش حاجه مساعدك غير السيرفو تمام ضغطه كمان ضغطتين هتلاقي خلاص ان ده الفاكيوم ده خرج على الضغط الجوي وخلاص ما عادش فيه ايه بقى الاتنين متعادلين تيجي تدوس هتلاقي حجرت معاك الدواسه بس اتمنى يعني ان انا انا خلصت الفيديو اتمنى ان هو يكون فادك او قلت معلومات جديده يعني عليك واستفدت منها يعني لو غلطت يعني انا بعتذر مقدما يعني ولو في حاجه غلطه او حاجه ممكن تكتبها لي برضو ده يبقى كويس ليا عشان اعرف ايه لو في حاجه انا نسيتها او نسيت اقولها برضو يبقى كويس